مرحبا فيكم من جديد. ينظم المركز العلمي احتفال لتكريم المتطوعين المشاركين في البرنامج التطوعي، حيث اكتسب المتطوعون خبرة أثناء مشاركتهم في البرنامج اللي يهدف إلى شغل أوقات فراغهم في مجالات مختلفة. نشوف معكم المزيد في سياق هذا التقرير. كعادته كل سنة، المركز العلمي وبعدما أثبتوا جدارتهم وأنهم محل ثقة للعمل التطوعي، شباب وشابات المركز العلمي يكرمون اليوم من قبل أسرة المركز بعد قضاء أمتع الأوقات خلال 3 أشهر من العطلة الصيفية لحفل تخرج وتكريم المتطوعين من الشباب والشابات اللي شاركونا برنامجنا للسنة 19، واجتازوا بجدارة برنامج مكثف. برنامج التطوع المركز العلمي الحمد لله احنا سباقين فيه من سنة 2001 تحديدا، صارنا 19 سنة حاليا بجميع إدارات المختلفة اللي هي قاعة استكشاف والأكواريوم ومحل هدايا والعلاقات العامة. طبعا تطوع وايد مهم حق الشباب وحق الكويت حق حياتهم الاجتماعية والعملية. المركز العلمي يساهم في غرس قيم العطاء والتطوع في نفوس الشباب لدوره المحوري في تنمية المجتمع. تجربتي بالمركز العلمي كانت وايد حلوة، وايد تعلمت وايد أشياء مفيدة، تعلمت شلون أسوي استبيانات وأتعامل مع الأطفال، وتعلمت شلون أتعامل مع الناس بطريقة بروفيشنال أكثر احترافية. التجربة كانت فريدة من نوعها، وتعلمنا أشياء وايد منها الاعتماد على النفس والمسؤولية تجاه فريق كامل وتجاه الحيوانات، واكتسبنا خبرات إن شلون نتعامل مع الحيوانات، تعلمنا معلومات جديدة منها تعرفنا على بيئات الحيوان بشكل أكبر، تقربنا إلى الحيوانات. البرنامج التطوعي ينظمه المركز العلمي كل صيف، وهو من البرامج الرائدة في الكويت، ويشهد إقبالا واسعا ويتيح الفرصة للشباب للعمل في المركز. عايش المديني، تلفزيون دولة الكويت.